الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أبنائي ومتابعي الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية للطول المتوسط. هذه القناة منكم وإليكم. اليوم بإذن الله تعالى سأقدم لكم تمرين رائع يجمع بين المبادلات الغازية التنفسية والمبادلات الغازية اليخلورية، والهدف من هذا التمرين هو أن تتمكنوا من التفريق بينهما جيدا. دون إطالة نمر مباشرة لقراءة التمرين. يقوم النبات الأخضر بالمبادلات الغازية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بوظائف حيوية مهمة لنموه وتطوره. توضح الوثيقة التالية هذه المبادلات. إذا لدينا المبادلات الغازية رقم 1 والمبادلات الغازية رقم 2. المطلوب أولا إليك الجدول التالي المتضمن اسم العملية، مقرها، آلية المبادلات الغازية والعملية الحيوية المرتبطة بها. المطلوب املأ الجدول التالي بما يناسبه. ب. اذكر نمطا آخر من أنماط التحصل على الطاقة مداعما ذلك بمعادلة كيميائية. الشطر الثاني من التمرين، قمنا بوضع ثمرة فراولة بجانب رائق الكلس في إناء مغلق وسجلنا النتائج التجريبية التالية. التركيب التجريبي: ثمرة فراولة زائد رائق الكلس بعد ساعتين في الضوء، تعقر رائق الكلس بعد ساعتين في الظلام، تعقر رائق الكلس. المطلوب فسر هذه النتائج وماذا تستنتج. إذن أبناء التلاميذ ركزوا معي جيدا في حل هذا التمرين. نمر دون إطالة لمناقشته وحله. درسنا في برنامج السنة الأولى متوسط نوعين من المبادلات الغازية. الأولى هي مبادلات غازية يخلورية، والثانية هي مبادلات غازية تنفسية. بالنسبة للمبادلات الغازية اليخلورية، خلالها يمتص النبات من الجو غاز ثاني أكسيد الكربون ويطرح غاز ثنائي الأكسجين، وهذا ما تمثله الوثيقة رقم 1 أو المبادلات الغازية رقم 1. ودرسنا أيضا نوع آخر من المبادلات، هي المبادلات الغازية التنفسية، أين يأخذ النبات من الجو غاز ثنائي الأكسجين ويطرح غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا ما تمثله الوثيقة الثانية المبادلات الغازية رقم 2. إذن 1 هي المبادلات الغازية اليخلورية، مقرها تحدث هذه المبادلات الغازية اليخلورية على مستوى ثغور الأوراق. آلية المبادلات الغازية، إذن بالنسبة في المبادلات الغازية اليخلورية، فإن النبات الأخضر يمتص غاز ثاني أكسيد الكربون ويطرح غاز الأكسجين. أما بالنسبة للعملية الحيوية المرتبطة بالمبادلات الغازية اليخلورية، فهي عملية أو ظاهرة التركيب الضوئي. فخلال التركيب الضوئي يمتص النبات غاز ثاني أكسيد الكربون ويطرح غاز ثنائي الأكسجين. ثانيا المبادلات الغازية التنفسية، تحدث عملية التنفس أو المبادلات الغازية التنفسية على مستوى جميع أعضاء النبات الأخضر. آلية المبادلات الغازية التنفسية، في المبادلات الغازية التنفسية يمتص النبات الأخضر غاز ثنائي الأكسجين من الجو أو من الوسط الذي يعيش فيه ويطرح غاز ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة للعملية المرتبطة به، فهي عملية التنفس. إذن فالمبادلات الغازية اليخلورية مرتبطة بعملية التركيب الضوئي، بينما المبادلات الغازية التنفسية فهي مرتبطة بعملية التنفس. والهدف من التنفس عند النبات الأخضر هو الحصول على الطاقة، كما هو الحال عند الإنسان وباقي الكائنات الحية. نأتي الآن للسؤال الثاني. نمط آخر من أنماط التحصل على الطاقة هو عملية التخمر، ويتم ذلك حسب المعادلة الكيميائية. بالنسبة لعملية التخمر، تتم هذه العملية في غياب ثنائي الأكسجين. إذن خميرة الخبز زائد سكر في غياب الأكسجين نتحصل على غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 زائد كحول زائد الطاقة. إذن فالتخمر شكل من أشكال الطاقة عندما يغيب ثنائي الأكسجين. نمر الآن لتفسير النتائج التجريبية. وضعنا في التجربة الأولى ثمرة فراولة زائد رائق الكلس في الضوء لمدة ساعتين، فلوحظ تعقر رائق الكلس. نحن نعرف بأن تعقر رائق الكلس يرتبط بوجود غاز ثاني أكسيد الكربون، فمن أين أتى غاز ثاني أكسيد الكربون؟ إذن فبما أن رائق الكلس تعكر، فثمرة الفراولة في نفس الوقت قامت بعملية التنفس وطرحت من خلاله
الغاز ثاني أكسيد الكربون الذي أدى لتعكر رائق الجلد. بينما عندما وضعنا ثمرة الفراولة في الظلام لمدة ساعتين أيضا لوحظ تعكر رائق الجلد، فيرجع ذلك لقيام أيضا ثمرة الفراولة بعملية التنفس. إذا عند وضع النبات الفراولة بجانب رائق الجلد فيلاحظ تعكره في الضوء والظلام، وهذا دليل على أنه امتص غاز CO2 الذي طرحته ثمرة الفراولة أثناء قيامها بعملية التنفس في الضوء والظلام. ماذا نستنتج من خلال هذه التجارب؟ نستنتج من خلال هذه التجارب بأن النبات الأخضر ومنه ثمار الفراولة يقوم بعملية التنفس طوال اليوم سواء في الليل والنهار. إذن فعملية التنفس لا ترتبط بالضوء والظلام، بل تحدث في الليل والنهار وطوال الوقت، بينما عملية التركيب الضوئي هي التي ترتبط بوجود الضوء وتكون فقط في وجود الضوء أو في وجود النهار. وصلنا لنهاية الفيديو، أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم أبنائي التلاميذ من هذا التمرين الرائع والشامل. سأترك لكم بإذن الله تعالى في صندوق الوصف رابط فيديو يتضمن مقارنة بين المبادلات الغازية التنفسية والمبادلات الغازية اليخضرية من أجل الاستفادة. لمزيد من الاستفسارات اتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى. دمتم أبنائي طيبين، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر بحول الله. طلب بسيط فقط، إذا استفدت من هذا التمرين ومن هذا المقطع شاركه مع زملائك حتى تعم الفائدة. في أمان الله.